سحر مطر. نعم. سحر متزوجة لها ابنتين من مصر. حلمت أني أتشاجر مع زوجي وأحسست بالظلم ورديت إيده. أربعة من سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إيمان مع إيمانهم. أيوة. بس هي شو حلمت أنها إيش؟ كانت أنها حلمت أنها تشاجر مع زوجها، أوكي، وردت عليه من في الآية 4 من سورة الفتح اللي هي أعوذ بالله الرجيم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب هذا يا عمر تري معنا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اصبري يا عم عمر اصبري دقيقة بس خليك على الخط لنرد على الناس دقيقة. انزين طيب هذا الأخت الكريمة واضح ان المشاكل اللي بينها وبينها اذا هي هدت من طرفها راح تنحل، اما اذا هي ظلت متمسكه في رايها وزوجها متمسك في رايها راح توصل الامور بينهم، لا يعني تصعب الامور بينهم، راح يصير صعب حلها. ربما في الواقع ما عندهم مشاكل، يعني ما في خلافات، وربما الكلام هذا في الحلم فقط، ولكن الحلم دائما بيكون اشاره، ربما هي قرات نفسها او استشف الشيء في نفسها او خلاف الراي راح يصير بينهم بالمستقبل. فالافضل لها من الان ان تبدا بتهدئه الامور والتنازل حتى تستمر سفينه حياتهم الزوجيه.